مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. النهاردة صدر العدد الجديد من مجلة الأهلي حاليا في الأسواق بيحتفي بهذا الشكل الرائع جدا للأهلي، الأهلي مع موسيماني شكل تاني، وإبراز لتصريحات رئيس جنوب أفريقيا عن هذا التعاقد المهم جدا لنادي القرن مع بيتسو موسيماني، ثم استعراض سريع جدا لعدد صفحات المجلة الواحدة تلو الأخرى في الاهتمام بهذه المباراة وهذا التعاقد، وبداية جيدة لموسيماني أمام الذئاب في التأكيد على مباراة. ثم الناقد الرياضي اليمني اللي قلنا لكم عليه محمد العوالقي عن موسيماني ما قل ودل وإزاي شايف. طبعا الشناوي على الإعجاز ناوي في الإشارة إلى الرقم القياسي في الكلين شيت، وحامد عز الدين يكتب أيضا عن موسيماني والرد على السؤال القديم. ثم تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي. ايه السؤال القديم فاكره؟ هقوله لك بعد الهواء. تدريب نادي القرن حلم تمنيت تحقيقه. استعراض سريع للعدد بكل صفحاته بهذا التعاقد المهم جدا. ده الوضع النهارده. طب الوضع من 40 سنه كانت مجله الاهلي عامله ازاي عن الاهلي؟ نفكر حضراتكم بهذا التقرير. مجلتنا من 40 سنة. مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها رقم 311 والصادر يوم الخميس 7 فبراير لعام 1980 ميلادية الموافق 20 ربيع الأول لعام 1400 هجرية. جاء العنوان الرئيسي للصفحة الأولى كل البطولات للأهلي، وفي عناوينها الفرعية غدا الفريق القومي الكروي مع رومانيا، أمل الأهلي يتلاعبون بالزمالك في بطولة 21 سنة الكروية، زيزو والقرار الصعب، ونجوم الأهلي ورأيهم في زيزو. كما أبرزت المجلة طلب النادي الأهلي بمنح آخر عمالقة السبعينات وسام الجمهورية تقديرا لجهوده في المجال الكروي. وفي عمود لك الله يا أهلي تحدثت المجلة الغراء عن انتصارات النادي المختلفة في هذا الموسم بالأرقام والحقائق، وهو ما أثار حفيظة كل من وقع في أيديهم قلم صدفة ويكتبون بالوراثة، لأنهم لا يعرفون سوى الحقد فقط الذي أعمى بصيرتهم عن رؤية النور حولهم. وتابعت المجلة في حديثها لك الله يا أهلي مما يدعون شرف الانتساب إليك وأنت منهم براء، ولك الله يا أهلي ممن يدعون أنهم مريدوك والحقيقة أنهم يريدون خرابك ودمارك ونهايتك، ولك الله يا أهلي ممن يدعون أنهم أبناؤك وهم ألد خصومك. وفي صفحتها الثانية أجرت المجلة حوارا مع الفنانة العاشقة للأهلي الجزائرية وردة، التي أكدت خلاله أنها أهلاوية منذ حضرت إلى مصر وتمنت الاحتفال بالدوري والكأس هذا الموسم. وعلى صفحتها الثالثة رصدت المجلة تفوق فريق شباب الأهلي على غريمه الزمالك تحت عنوان هزيمة ساحقة للزمالك من شباب الأهلي تحت 21 سنة، درس كروي لن ينساه أبناء 100 عقبة، أبطال الأهلي ضمنوا الاحتفاظ بالبطولة. وفي الصفحة الخامسة وتحت عنوان الخطيب هداف الدوري رصدت المجلة أهداف نجم الأهلي من واقع سجلات اتحاد الكرة ووفق كل المقاييس وتقارير الحكام ليتصدر قائمة هدافي مسابقة الدوري الممتاز. وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة قرار عبد العزيز عبد الشافي ثعلب النادي الأهلي بالاعتزال، وتحدث زملائه وأعضاء الجهاز الفني بالفريق عن القرار، حيث أكد هيدي كوتي أن اعتزال زيزو كان مفاجأة بالنسبة له، وقال حسن حمدي بأنه رفض اعتزاله أول الموسم. كما أضاف أنور سلامة أن اعتزال زيزو خسارة للكرة، ووصفه عصام عبد المنعم بأنه آخر جيل العمالقة. أما الدكتور مفتي إبراهيم فوصف زيزو بأنه موهبة لا تتكرر كثيراً.